نرجع لوطن ام تي في مشاهدينا، ولمحه سريعه عن شو ناطركم الليله خلال السهره على الام تي في. من الاثنين للجمعه الساعه 7 المساء انتم على موعد مع احداث مشوقه ضمن الدراما التاريخيه خاتون برفقه مجموعه من ابرز نجوم الشاشه اللبنانيه والعربيه. بنذكر من نجوم الشاشه اللبنانيه طوني عيسى، ورد الخال، يوسف الخال، بيير داغر وغيرهم. خلينا نشوف سوا شو عم بيصير بهالمشهد من خاتون. خالد رضاي عليك لنتفرد بخديجة. شو جابها سيري هلا؟ انت فيكي شيء؟ لا اخي ما فيني شيء ابدا، بس انا حاسة فيك وحاسة بقلبك قديش معلق فيها. عمرك اختي خلص، انا بصير راسي هلا رح ابعتك انت وزمان تروح تخطبوا لي اياها. نايم يا اخي. الرجال كلهم جاهزين ومعك على الندهة بضاي. لازم اليوم بالذات يصير الشيء اللي عم فكر فيه خليل. الظاهر بدك تفش خلقك مشان خطبة بنت الزعيم أبو العز. تخمينك مو بمحله بنوب، ريح لي حالك ولعاد تخمن على كيفك. لا يا صاحبي أنا حاسس فيك من يوم اللي إجاك الخبر وأنت ما عم يجيك نوم. اللي شاغلني شيء تاني. الجوازة اليوم بتلتغى من أساسها إذا هيك بترتاح. مو من عوايد الزيبق اللي يخرب شيء. سنة دربي صار صعب. صعب كتير. الليلة بعد الأخبار أحلى بداية سهرة وأحلى بداية ويكند على الام تي في مع حلقة جديدة من سألوا مرتي اللي بيرجع بموسم جديد، وهالمرة مع المشاهير نجوم كلنا بنعرفهم وبنحبهم من عدة مجالات فنية بينضموا إلنا بكل حلقة وبيتباروا بألعاب طريفة ما بتخطر على البال. خلينا نشوف سوا هالمشهد. ما بعرف هلا غير انه يعني عندي ديسكين يعني ختيارة. قد ايه عمر اسم الله ختيار؟ 34 ختيار؟ اطلع لا اي والله برافو عليك يا زلمة، الله يعينك. صبر ايوب تفضل قوم. 34 بعد الشباب بلشنا منيح. يلا معك دقيقة 3 2 اثبت اذا بتمسكها هيك عادي احسن لي. 3 2 1 جو. ليه هيك شد حالك؟ ارخي حالك، ارخي حالك على الاخر. هي هالدقيقة؟ لا خرق ايه؟ ماشي الدقيقة معنا. نحن ماشي الوقت. قديش صرنا؟ لا منيح ما بقي ايه؟ قاطع منيح. دقيقتين؟ لا دقيقة بس لفوت فلتيلو اجري. صرعت 20 ثانية. شو الإحساس فوق؟ يلا حياتي يلا. انك كسرت فوبيا لعلو، ليك قديشك عالي ب 10 سم. قد ايه بعد؟ بعد في 25 سنة. بلش يعرق. بعد اسألوا مرتي انتم على موعد مشاهدينا مع الحلقة الثالثة والأخيرة من ثلاثية أسوار ضمن سلسلة مدرسة الحب مع مجموعة من أبرز نجوم الشاشة العربية. خلينا نشوف سوا هالمشهد. يا رب كيفك؟ الحمد لله. يعني صرتي أحسن؟ ماشي الحال. يا رب أنا آسف على اللي صار مبارح، ما كان بدي توصل الأمور لهي الدرجة. مو مشكلة، تعود. شو لسه بدك مني؟ شو بدك؟ لما سحبوكي امبارح من العيادة وانت مصرة تدافع عن حالك. الحلقة الأخيرة من ثلاثية أسوار الليلي حوالي الساعة 10:30 على الام تي في، كونوا على الموعد. أما هلأ مشاهدينا رح ناخذ بريك قصير، وبهالوقت بعرف إنه دلال بلشت التحضير وتجمع المكونات لطبق اليوم. أول المكونات الأساسية مشاهدينا إذا بعد ما حضرتوا الغداء هي دجاج وجبنة البارميزان. كيف رح تجمعهم سوا؟ بنشوف سوا بعد هالبريك ضمن واتس كوكينج.